أنا قلت لك الوضع مزري ووضع مخجل وتحدثت لك بتفاصيله وأنت ده تعرض على الشاشة جزء من الحالة المزرية اللي طيب. صار يعني يجيك واحد مهرج بهذه الطريقة يعني وكأنما حتى يعني من يتحدث التغريدة الأخ حسام يعني بيها حتى جزء من يتحدث لك بأنه الناس بعيدين عن الرجولة أهمين أنه هو ده يخلط لك حتى بنوع جنسهم وهذا الموضوع هو يعني يبين لك أبعاد المشكلة مشكلة الجماهير مشكلة مو أنا اللي سيطر عليها كصحفي أنا أنقلها أنا نقلتها اليوم أنا نقلت وحضرتك أنت مخصص حلقة حتى تنقلها ونقلت ووصلت أريد أشوف المسؤول إيش راح يسوي لها أنا يهمني الصحفيين شوف لأنه سيد أحمد يتحدث بطريقة أنا ما أتمنى يتحدث بها بهالطريقة لا يقول أنا الإعلام المرئي ما مقصر خلي نطيني شنو هسه إيش قدم رشح سبعة خلي نطيني التقرير مالتهم إيش قدموا من راحة وإيش قدم أنا لا يجيني واحد يتباكى على السفرة رجاء حتى زملائنا أنا واحد من الناس أكلم نفسي أهمية لا حد يجي خلي يجيني تعال أنت رحت رحت بإفاد رحت البطولة تعطيني نتاجك الصحفي والإعلامي لا تأخذ حصة غيرك أنت رشحت سبعة سيد أحمد تحدث لي شنو هسه اتحاد الصحافة حتى لا يقول واحد يدافع عن الصحفيين ويتحدث عن الإعلام اتحاد الصحافة أربعة على عينه وعلى رأسه كلهم أساتذتنا وأخوتنا ليش كلهم من الكبار ليش ما تدزوهم شاب يركض شوية يحتاجون شاب ينضد يشتغل يركض شنو ليش يعني ليش محكورة على بعض الأسماء هذا واحد الوزارة وما أدراك ما الوزارة الوزارة صارت وديات صراحة شان وديات اكو ناس يعني اجت ورا المباراة بيومين وها والله انا دزني الوزير يعني طريقة مو صحيحة وزير الشباب دزني نعم نعم الوفد مترهل بناس كذلك اجوا ما قدموا شيء يعني انا هسه اليوم اريد اروح البطولة الخليج انا كميثم الحسين من اجتني دعوة شفت اقدر اخدم هاي الدعوه انا اقدر اقدم شيء لو لا من شفت نفسي قادر على انه ممكن انا اقدم ممكن اشتغل الجريتي ممكن اشتغل الموقع اللي اشتغل به للوكاله اللي اشتغل بها قادر على انه اقدم شيء اروح من ما قادر اقدم ما ابقى موقف ما واحد يفكر نفس تفكيره يا اخي والله موقف محرج الوفد اللي اجى بعد المباراه مرسل من الوزاره قدم شيء البعض منهم قدم والبعض ما قدم للامانه البعض قدم والبعض ما انا ايش اقول كذلك اتحاد القدم حتى لا نعبر هذا الموضوع ليش اتحاد القدم الترشيح لاتحاد القدم بمعيارية يعني هم حد صار على شنو المعايير بمعيارية شنو بي بي اللي حكى على عدنان درجال اللي سب عدنان اللي مدحهم اللي يسوي الملة شخصية رياضية تاريخية شوف اللي يمدح عمل الاتحاد هذا المعايير فدوة استاذ رياض انا راح اجيك يعني انا هذا الانقسامات حتى الانقسامات بالولاء انا ضد هذا وضد هذا هذا بينعكاسات بدليل على ما صار هذا اللي صار راح نتحدث بها بس اختصر هذا اللي صار قناة الكاس ببرنامج صار راح نتحدث بها هسه نجي عليه نجيهم بالتفصيل اتحاد القدم كذلك مطالب ومسائل انت شنو اللي قدمته وين هم اللي اخذتهم شنو اللي قدموه انا ايش اقول بالاخير سيد احمد رجاء الاعلام المرئي اي راح يسجل سيد احمد ملاحظته ويقول لك شنو انتاجاتك بسمح لي سيد خلي اكمل بعد اتحاد الصحافه تعال اتحاد الصحافه انتم دزيتم وفد شنو الاخطاء اللي صارت وشنو اللي قدموه حلو يمكن قد يكون يمكن وفد الاتحاد الصحافه الرياضه قد يكون الافضل باعتباره انه التزم حتى بيوم الجمعه كان عندهم رساله طيب. أنا مو دفاعا عنهم بس المثلبة الوحيدة أنهم حكروها على أسماء كبيرة بسن تفوقنا وكان المفروض يكونوا ياهم شاب هم زين أنا رايح حتى يقول لك هذا ده يتحدث حتى هو ما راح طيب خلي أكمل لك طيب. الوزارة كذلك لازم يكون أكو تقييم اتحاد الصحافة يكون أكو تقييم اتحاد القدم كل واحد يجب أن يراجع الأسماء اللي أوفدها لكن من خلال ما متوفر لديك من معلومات اتحاد كرة القدم منو اللي أخذها بالبعثة الإدارية